بتكلم عن روشتة لالتهاب المفاصل او التهاب العضلات. فولترين امبول ده الحقن آمنة جدا وما فيهاش اي اثار جانبية زي البرشام، لانه البرشام بيعمل اثار جانبية على المعدة. امبول عضلة تخفيف الالم في الحال. موبيك 15 راس قرص يوميا بعد الغداء. نيوريتون راس قرص مرتين يوميا بعد الوجبات. مجهزات على الروشتة، يحظر استعمال الأدوية المسكنة مضادة للالتهاب لمرضى قرحة المعدة والاثنى عشر. الحقن المحتوية دوكليفوناك صوديوم مثل فولترين أولفين. روماتين روماليكس تعطي مفعول مسكن قوي للألم ومضاد للالتهاب مفاصل العضلات. موبك يحتوي على مادة ميلوكسيكام المسكنة المضادة للالتهاب. روماتيزم وهي ذات آثار ضعيفة على المعدة لا تسبب حرقان أو التهاب المعدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.